عند اخوك اعطيهم صندل حكيم لا شويه غنمشي على الجنب لا لا خليها السلام عليكم ورحمة الله. نفتقد اليوم واحد العالم من عوالم الفن اللي هو السي بونهار عبد الجليل الشرقاوي الأصل، يعني فنان بمعنى الكلمة، له إبداعات كثيرة وله تغطيات كثيرة يعني لا تحصى، يعني خارج البلاد وداخل البلاد، يعني وطنيا وخارجيا، ثم يعني يتفانى في عمله، يتفانى يعني أنه بعض الأحيان حتى أنه يقوم بشي عمل ف يعني ما كيعجبوش ف يعني يدمر عن آخره ويقوم بعمل آخر، يعني ما كيتعبوش يعاود هذاك العمل ديالو، يعني كيبغي بأن يشوف هذاك العمل ديالو يعني عمل جيد. وحتى أن إذا كان عنده مثلا شي زبون في المسائل الإشهارية كان كثيرا ما يعني يرغي يعني يبحث عن رغبة الزبون، ما كيبحثش على ذاك يعني كما كنقولوا الجانب المالي، يبحث عن الجانب الفني في العمل ديالو. وكان يعني بعض الأحيان العمل ديالو إلى يعني ما حس براسه بأن ذاك الزبون ديالو ما قبلوش، يعني كيتقلق وكيتأثر الداخل ديالو، ويقدر يبقى حتى يعني الليل كله وهو يعمل باش يكمل هذاك العمل ديالو. والكتاب ديالو الدار البيضاء يعني زعما شعلة، وكما كنقولوا شيدوفر ديالو، يعني هو كيحكي اش دار هاد السيد هذا. ونطلب الله سبحانه وتعالى، افتقدنا اليوم وكما قلت لك عالم من العوالم الفن، ونسأل الله له المغفرة والرحمة. انت الاخ ديالو؟ نعم الاخ ديالو. لا كان شعبيا كثيرا، كان شعبيا يعني يحب ذاك اللمة الأسرية، يحب الناس، يحب الفقراء، كيجمع في ديك الأماكن الشعبية كثيرا، يعني كيفضل الأماكن الشعبية على الأماكن اللي هي مثلا فاخرة أو كما كنقولوا كلاس، كيفضل عليها الأماكن، لكن إلا دعته الضرورة يكون في مكان هو مثلا فاخر فكيكون فيه. آخر تواصل كان بينك وبينه؟ آخر تواصل ديالي هو أنني قريت عليه في الأسمو، قريت عليه كانت من يعني من الآيات ديالو اللي كانت آخر الأسمو، فكنقرا عليه سورة ياسين، فوصلت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثرهم، فزعزع الشوارب ديالو، هو يعني كيموت كيحتضر صافي كمل، ما كنقولوا بأنه صافي مات، لكن لما قلت له الشهادة في أسمو حرك الشوارب كابتسامة صغيرة ثم قال الشهادة، يعني وهو كما كنقولوا في العالم الآخر. وهذا كيشهد ليه بانه يعني رجل تقي ورجل يعني يحب اهل الله اللي هم اهل القران، ويمشي في خدمه يعني الفقراء. شكرا. الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر.
وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم. الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله اللي ترحم بالرحمه ديالو، وتنتمنوا من الاخوان الصحفيين كلهم على الاخص بالاخص المصورين باش يبقاو يتجمعوا ويحيوا صلة رحم مع بعضهم بعض، لان كلنا ذاهبون. انا من المصورين الاوائل، واخا ما تنعرفش هذا الولد. الحمد لله والشكر لله، نطلبوا لي الله الرحمة والمغفرة و يسكنوا فسيح جناتي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهذا من جميع كل إخوان الصحفيين. السلام عليكم. اليوم فقدنا واحد من الرموز الكبيرة ديال الفوتوغراف الصحفيين، جليل بونهار، هو رفيق الدرب. رفيق الدرب 10 ديال 40 عام، الله يرحمه ولا رحمة الله. جليل بونهار هو واحد مصور صحفي اكاديمي، ماشي مصور تعلم وبدا كيشتغل، ودخل من باريس متكون واشتغل مع واحد العدد كبير ديال الوكالات الدوليه، ومصور دولي لانه اشتغل مع سيغما، اشتغل مع لايف، مع لايف بي، لاجونس فرونسيز، لاجونس دو بريس فرونسيز، وم بيان سو خد لا روتريت ديالو مع ابي اللي قضى معها الاخر ديال الحياه ديالو. جليل بونهار بزاف، من عاودلك 40 عام بزاف شنو عاودلك. الانسان اللي هو ماشي مصور، لانه هو الف الكتاب الاول ديال الدار البيضاء، وعاود الف كتاب اخر اللي هو مع الاسف ما حضرش، هو في الطباعه مازال ما خرجش الوجود، ولكن كملوا ما رغم المرض ديالو، ما رغم المعاناه ديالو، مسكين تيلو مكحب سجل التاريخ، سجل التاريخ، لانه هو كان من الناس اللي صوروا المسجد الحسن الثاني من البدايه ديالو، لو سويفي ديالو حتى كمل. وبيان سو عنده صور جميله على المسجد الحسن الثاني. هو مريض الله يرحمه عليه ورحمته عليه السنه اللي فاتت، وكيمشي عاوتاني كيصور باش يكمل الكتاب ديالو ديال المسجد الحسن الثاني. جليل ما نقدروش ندويو في جوج دقائق نقولوا جليل الله يرحمه كان مصور، كان معنا مصور لانه عنده الحس الدولي، لانه خدم مع وكالات دوليه. الصوره ديالو ماشي كانت كتدوز في جريده، كتدوز عبر العالم كله، ملي كيصيفطها لايف بي كتوزع في العالم. جليل بونهار الله يرحمه، لانه الاخ الصديق الحبيب الرفيق ديال العمر، 40 سنه ماشي سهله، دار واحد العدد كثير ديال التغطيات اللي هي في المغرب، تغطيات كبيره، مؤتمرات الصحراء الى اخره. الله يرحمه ولا رحمه الله، هنيئا له، هنيئا له، هنيئا له بهذا اليوم، لانه سبحان الله العظيم ماشي يموت عنده، تبارك الله سبحان الله، كل شيء ربي يسر له فيه. الله يرحمه، الله يجعله في ميزان القبول. بسم الله الرحمن الرحيم، انا لله وانا اليه راجعون. خويا عبد الجليل بونهار 10 ديال العمر، الله يغفر له، نطلبوا الله يثبت الاهل ديالو ويصبرهم، وانا لله وانا اليه راجعون. دعنا فنان في الصوره، دعنا في استاذ في الصوره، الله يغفر لنا وله، والله يثبتوا عليه السؤال. وانسان عطى الصوره، كان كيشرف الصوره معنى الكلمه، الله يغفر له، الله يغفر له. دار شي كتاب، دار كتاب على الدار البيضاء، ما شاء الله، هذه تدي 11 سنة باش طبع الكتاب ديالو، ما شاء الله عليه والله. يعني واش كتمناو شي التفات لهاد الأبناء اللي بداو؟ المصورين الصحفيين كنعرفوا أن المعاناة ديالهم صراحة شنو؟ واش غنقول لكم؟ راه طاحت دابا نجمة، مشات هذا ماشي الأول ماشي الثاني، الله يغفر لنا وله ويرحم جميع أموات المسلمين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.